لقد ضرب ضرب. آلة الحرب تعيث قتلا وتدميرا في سوريا. مصادر المعارضة تؤكد أن الجيش النظامي يفقد السيطرة بشكل متزايد على الأرض، وأن قدراته الجوية فقط تتيح له البقاء. بدوره يعتمد الجيش الحر على مضادات الطيران المحمولة على شاحنات نصف نقل في ملاحقته للمقاتلات الحكومية، ويبدو أن ذلك التكتيك الدفاعي نجح في إسقاط عدد من المقاتلات على مدار الأيام الماضية في إدلب وأخيرا في الأتارب بريف حلب. لقد من الله علينا بصناعة أول جيل من صواريخ صقور. العمليات القتالية أخذت مناحية تصنيعية متقدمة، حيث تمكنت المعارضة المسلحة من تصنيع صواريخ محلية تحت مسمى صقور يتجاوز مداها 5 كيلومترات. الصقور تمت صناعتها في أماكن وسط الجبال حتى تكون بمنأى عن القصف، واستخدمها المقاتلون في العمليات القتالية. ورغم عدم توازن القوى بين المسلحين المعارضين وقوات الجيش السوري والقصف الحكومي المستمر على معاقلهم، نجح المعارضون في توسيع المنطقة التي يسيطرون عليها خاصة في شمال غرب البلاد، وتجسد هذا الأمر بدخول مدينة الرقة على خط المواجهات. في الوقت ذاته تهز سوريا عملية قصف ومواجهات على العديد من الجبهات، سيما في حلب التي تشهد معركة حاسمة منذ أكثر من شهرين، ومحافظة دمشق وريفها حيث يتحصن الكثير من المعارضين المسلحين. وفي درعا مهد الثورة على الرئيس الأسد، وفي محافظة إدلب الحدودية مع تركيا. على صعيد موازٍ تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيشين الحر والنظامي في عدد من المناطق الحمصية والبوكمال في دير الزور، كما صبت وسائل القصف الجوي والمدفعي حمامها التدميرية على عدة مناطق في اللاذقية، وتشن السلطات الحكومية حملات دهم واعتقال في محافظة حماة. النزاع في سوريا منذ مارس 2011 خلف قرابة 30,000 قتيل، ويبدو أن طرفي النزاع قررا القتال حتى النهاية على خلفية استمرار الانقسام الدولي بشأن الملف السوري.